الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم الأستاذ دريس بوبكر رئيس جماعة ألمس مرموشة. كما هو معلوم جماعة ألمس مرموشة تتواجد بإقليم بولمان الذي يضم 21 جماعة أو 22 جماعة. تحية أيضا لساكنة ألمس مرموشة وتحية لساكنة إقليم بولمان وخاصة في ظل هذه الجائحة التي تجتاز العالم، جائحة كورونا كوفيد 19 المستجد، اللي الحمد لله أن الجماعة تسجلت فيها صفر حالة، ما كاين حتى شي حالة اللي هي مشكوك فيها. كذلك أيضا تحية للناس اللي هما التزموا الحجر الصحي، تحية للناس ديال إقليم بولمان كذلك اللي التزموا بالقرارات ديال وزارة الداخلية بتنسيق مع وزارة الصحة. المشاريع ديالنا داخل الجامعة هي راها مشية، ما فيها حتى شي تعطر ما عدا هذا المشكل ديال 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 الماء. وبالنسبة للملعب راه جاهز بالنسبة للدراري اللي بغاو يلعبوا، فقط كينقصنا فقط نربطوه غير بالكهرباء باش ممكن الدراري الا لعبوا تما يستافدوا من الاستحمام، لان عندنا فيه الدوش، عندنا فيه الملعب راه جديد يلاه الدار هذه تفتح في جامعة ألمس مرموشة، وهو راه جاي نيت في المليون ما بين الجامعة ديال ايت ألمس وايت بازا. وصراحة راه أرضية زوينة واخا مازال محتاج شوية مجموعة من الإصلاحات. هو الحمد لله هذا أول ماتش بالنسبة لي أنا نديره مع الدراري ديال ألمس، وهذه مبادرة زوينة كاع ونهار كبير هذا فاش رئيس المجلس الجماعي لألمس مرموشة بصفتي فاعل جمعوي بملتقى ربيع الطفولة والشباب فرع مرموشة. صراحة ما غاديش نقول المجلس الجماعي، وغادي نقول لك مرة أخرى، غادي نرجع للأسطوانة ديال الشخص الوحيد اللي كيحضر معاك ويقلب كيفاش تنزل الأنشطة ديالك وكيفاش تنجحها، هو السي دريس بوبكر. هو دائم التواصل مع المجتمع المدني بصفة عامة. حنا في الجمعية صحيح ما كاينش واحد الدعم مالي، ولكن على الأقل ملي كتبغي دير نشاط ولوجيستيكيا كتلقى السي دريس حاضر معاك، يعطيك أي حاجة بغيتيها من الجماعة، يحضر معاك كشخص، يدعمك معنويا. هذه أمور خصنا صراحة نعترفوا بها، وهذه الحاجة السلبية اللي كاينة أن الغياب ديال 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 المجلس. الشخص الوحيد اللي تلقاه كيحرص معاك الطيران هو السي دريس. كاين تحسن المستوى ديال البنى التحتية، وتحسن ولو نسبي بطيء. كنتمناو يكونوا مشاريع في المستقبل القريب، يكونوا مشاريع اللي عندها واحد البعد مادي محض، يعني يستفدوا منه الساكنة بشكل واقعي. وكنتمناو أيضا التفاتة المجموعة ديال القطاعات من بينها الفلاحة إلى آخره من القطاعات. بالنسبة لبعض المشاريع اللي احنا في صددها هنا في جماعة ألمس مرموشة، مثلا بناء جامعة جديدة، فاحنا يا بغينا تكون عندنا الإدارة، يعني إدارة بشكل مميز إلى آخره، ولكن ما نغفلوش على الجوانب اللي كدر واحد الدخل على المواطنين هنا في ألمس مرموشة. والإقليم ماشي نقولوا إقليم بولمان هو حالة خاصة، هو مثله مثل سائر الأقاليم، ولكن الإقليم بحكم البعد ديالو، بحكم الهشاشة ديالو، خصو يتخذ بعين الاعتبار. وصراحة السياسة حاكمة في كلش، حاكمة في المجلس الجهوي، حاكمة في المجلس الإقليمي، حاكمة حتى في المجالس الجماعية. وهناك مجموعة من الجماعات كتخبط في مشاكل. احنا الحمد لله كألمس مرموشة ما عندناش مشكل نهائيا، ولكن بالنسبة للجماعات عندها مشاكل، وخاصة في مجال ديال الصحة. المشكل اللي كاين وكيعاني فيه الإقليم كامل ومنهم جماعة ألمس مرموشة هو مشكل ديال الفيضانات. هذا مشكل ديال الفيضانات، وأنا دابا راني معك هنايا، عاد خرجت من الاجتماع، أنه من 2016 واتفاقيات محاربة الفيضانات بدواوير الجماعة ديال إقليم بولمان من 2016 فيها واحد اتفاقية شراكة اللي فيها 6 ديال الشركاء، أنها لحد الساعة مازال ما فيرساوش الفلوس، مازال ما التزموش ببنود الاتفاقية. في 2016 حنا عندنا مشروع ديال وادي إفري فوقاش غادي يطلقوه، وعندنا الإكراه الثاني ديال فيضان
3 يور سن. هذا راه هذا اشكال، وحنا المشاريع ديالنا كلها في مهب الريح ما لم تتخذ الاجراءات باش انه يطلقوا هذه المشاريع. راه كتامر كبرى ان المشكل ديال الفيضانات خصو يتحل ويبعدوا السياسه، وخاصه ما يخص المجلس الاقليمي. انا دائما اقولها واعيدها، برمجات مشروع واد افري ومشروع عياط ديال 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 القصابي ومشروع ايجلي هما المشاريع الاولى اللي خصها تنجز. وانا ماشي ضد المشاريع اخرى اللي في جامعات اخرين في جيجو ولا تلزمت او اوطات الحاج، حنا الاقليم كامل ديالنا، ولكن المشاريع ثلاثه اللي هو مشروع عياط ومشروع واد ايت عمر ومشروع ديال ايجلي هما اللي مسطرين، وحضرنا لهم الاجتماع وكل شيء مصادق عليه. إذن خص السياسة تبعد شي شوية من أجل تنمية الإقليم. وهنا التميس من السلطات العليا داخل الإقليم أن تتبع هاد المشاريع هادو. عضو في الجمعية أباء أولياء التلاميذ ومن هانيت شيفور ديال هذا ديال النقل، وماشي شيفور كيتخلص، غير دعم من عندي لوجه الله. دينا الطلبة باش يجمعوا حويجاتهم من فاس، دينا الفياج الأول، دينا الطالبات، وحنا دينا هذا الفياج اليوم ديال الطلبه، جمعوا حويجاتهم. والفضل كيرجع على رئيس الجمعيه، رئيس الجامعه. الفضل كيرجع، واخا الجمعيه كدير مجهودات ديالها، ولكن الفضل كيرجع للرئيس. هذه المبادره شكون اللي اقترحها؟ الرئيس اللي اقترحها، الله يجازيه بخير، والتعاون مع الجمعيه. كيفاش كتشوف انت هذه الخدمه ديالو في الجامعه؟ اسيدي الله عمرها سلعه الصراحة. أول رئيس وآخر رئيس داز في هذه الجماعة ديال ألميس. إنسان طيب وراه كيخدم مزيان، وبلا افتخار بلا حتى شي حاجة، راه إنسان طيب ومسامح كريم. الله حتى إلا 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 مشى فحالو ما بغاش يخدم ولا شي حاجة، نشوفوا شي راس أحسن منه ولا يكون بحالو. إيوا هادشي اللي كنتمناو من الله. الوتيرة ديال المشاريع، كانت شي مشاريع مزيانة؟ الحمد لله كاين مشاريع مزيانة، كاين سميتو الماء، واخا وقع فيه شوية المشكل ولكن راه ماشي مشكل، وكاين الطريق خدمات مزيان، والتيران وراه الجامعة خدامة، الساقيات راه خدامين ولله الحمد، الأمور الحمد لله راه مزيان، الميز دابا غادي فيه أحسن ما يرام، الحمد لله. شكرا. هي المستقبلية يعني ديال السياسة داخل الإقليم، فربما سأختصرها في كلمة، أنه ستبقى دار لقمان على حالها وكفى. بالنسبة للترحال السياسي؟ الترحال السياسي موجود، الترحال السياسي أن هناك سماسرة، وبالإضافة للسماسرة هناك من 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 المنتخبين أو من الرؤساء اللي ما لقاش الدات ديالو في الحزب ديالو. إذا هذا واش غادي نسميوه ترحال؟ هذا نقولوا بان راه فكره سو من ذاك الوحده فشرة راه غادي يكون ترحال. راه ما كاينش اللي القليل الا 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 من رحم الله، وما راه كلشي غادي يبقى كلشي غادي يتحرك وكلشي غيرحل، لانه ما الرؤساء ما وجدوش بلايصهم في الاحزاب ديالهم، لان ما كايناش المواكبه. الحزب غائب عن التدبير الجماعي، الجماعات كتخبط في المشاكل والحزب بعيد كل البعد. ننتظره في الانتخابات المقبله ان شاء الله. تتكلم عن الحركه الشعبيه ولا الاحرار ولا؟ حنا نتحدث عن جميع الاحزاب، من الراس دابا اللي كيسير الحكومه الى الحزب اللي عنده اقل عدد او اقل تمثيليه في البرلمان. كتشوف كاين شي تقطير في الاقليم ديال بولمان مرموشه؟ يقولها لنا شي واحد الى عنده شي تقطير. كاينش تأطير، فينا هو التأطير؟ غير اللي بغى ينافق، وإلا بغينا ننافقوا نبقاو ننافقوا، أنا كاينش. حنا ما غاديش نقولوا، ما يمكنش أنا نكذب على راسي، وفاش كنقول أنا فأنا أمثل المجلس، كنتكلم باسم المجلس، أن ألميس بغيتو أنه يزيد قدام. حنا نعتبروا راسنا حنا ما درنا والو، ولكن ألميس بغيناه أنه يتقدم، وباش غيتقدم هو انخراط الشباب في الانتخابات، انخراط الشباب في التدبير المحلي للجماعة. وهذا الانخراط ماشي الانخراط من أجل الانخراط فقط، ولكن خص يكون الميدان. أنا باش أنا أقول بأنني انتصرت، وأنني خدمت، وأنني اجتهدت، بفضل ماذا؟ بفضل التواجد الميداني
في كل في كل في كل حاله، سواء في تدبير المشاريع، سواء في الوقوف بجانب المواطن في السراء والضراء. اذا انخراط الشباب واجب وضروري، راه لا مجال للاميه. وكنطالب ان من البرلمان ان يغير هذا الوتيره، راه لا مجال للاميه. احنا بغينا في الجماعات المحليه، في البرلمان، في المجالس الاقليميه، في كل شيء، بغينا شباب واعي، شباب واعد، اللي راه غادي يمثلنا الوطن، ونمشيو باقدام ثابته وراء عاهل المملكه نصره الله. حاليا ما عنديش شي تصور، وكنقول لك بانني 0% دابا واش غنزيد. انا كنعتبر ان حاليا مستحيل، ولكن ما يمكنليش نكذب على المواطن نقول له انزيد ولا ما نزيدش، لان باش نزيد هذا حق من الحقوق اللي كفلها لي الدستور، ولكن انا كنشوف انني ما نزيدش، واتمنى انني ما نزيدش الانتخابات.